برشلون، باريس سان جيرمان، الدور ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، الدور 16 يعني الدور الثاني، وين كانت نقولوا باللي اليوم باريس سان جيرمان، وين فاجأ برشلون يعني بالاداء والنتيجه، يعني نقولوا باللي بالاهداف. وين الشوط الاول مشاهدنا انتهى، الشوط الاول انتهى هدف لهدف، شاهدنا ميسي وين سجل في الدقيقة 27 عن طريق ضربة جزاء، كليني وين عدل النتيجة في الدقيقة 32 في الشوط الأول، الشوط الثاني في 65 كليني يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65، شاهدنا كيفاش كانت سيطرة بالطول ولا العرض، وين الإبداع والفنيات يعني كان في جانب باريس سان جيرمان، شاهدنا كيفاش كومان اللي دخل بخطة 4-3-3، شاهدنا كيفاش موريسيو اللي فاجأ برشلونة بخطة ذكية، يعني وين لعب كذلك، وين احنا الورق تشوف 4-3-3 هي، لكن في الحقيقة تشوف 3-5-2، يعني وين سيطرة في وسط الميدان، سيطرة يعني كانت مباراة 53% نسبة استحواذ باريس سان جيرمان، 47% بالنسبة لبرشلونة، 352 تمريرة لبرشلونة، 350 تمريرة باريس سان جيرمان، يعني كانت مباراة وين جانا مارك أندريا في الحراسة، بيكي كليمونت، شنا ألبا، شنا سيرجيو، بوسكيش، شنا دي يونغ، شنا بيدرو، لوبيز، عثمان دي بيلي، أنت غريزمان، ليو ميسي، يعني نقولوا بلي كانت المباراة تشكيلة مكتملة، شنا كيفاش نافاس في الحراسة تاع باريس سان جيرمان اللي لعب دور كبير، شنا ليفان، شنا ليساندرو، شنا كيفاش ماركو، شنا غايا، شنا ليناردو، كين، شنا كيفاش ماورو ايكاردي، شنا كليني مسجل هدفين، اندريا، يعني نقولوا بلي كانت مباراة اللي كانت شيقة، يعني كانت شيقة، وين بابي اللي لعب دور كبير في هذه المباراة، يعني هذه هي المباراة اللي كانت نقولوا بلي برشلون، وين شاهدنا كيفاش برشلون يعني أمام باريس سان جيرمان، وين عانى في الشوط الأول وعانى في الشوط الثاني، يعني شاهدنا كيفاش كانت سيطرة من باريس سان جيرمان، لعب مفتوح في النيات، ضغط كبير، قوة بدنية عالية جدا، هذا هو الدور الثاني، الدور 16، دور أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ. نقولوا باللي المباراة وين الدور أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ، وين جاءنا موسى كين الذي سجل في الدقيقة 70، يعني وين قضاو على أحلام برشلونة، وين نقولوا باللي برشلونة ماهيش برشلونة اللي كانت، برشلونة اللي كانت تفوز بسهولة، كل شيء انقلب وأصبح في صالح باريس سان جيرمان، يعني وين بالأداء والنتيجة، يعني كانت مباراة في القمة، وين نقولوا باللي باريس سان جيرمان وين سيطر في هذا المباراة أمام برشلون في الكامب نو، يعني وين شاهدنا كيفاش الأداء تاع برشلون، يعني أداء شوية متراجع، مش كيما كان أداء كيما كيفاش نقولوا بلي 4 أهداف كليني، وين صالة وجالة وبثلاث أهداف، وين سجل الهدف الأول ميسي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 27، كليني في الدقيقة 32 عدل النتيجة، في الشوط الثاني في الدقيقة كليني يعود ويسجل في الدقيقة 65، موسكين الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 70، 85 كليني الهدف الرابع، يعني نقولوا باللي اليوم وين شاهدنا كيفاش بالأداء والنتيجة برشلونة يسقط في الكامب نو، يعني وين سقط يعني بالضربة القاضية أمام باريس سان جيرمان، يعني وين كانت سيطرة كبيرة، عرفوا كيفاش يفوزوا، عرفوا كيفاش يضغطوا، هذه هي المباراة نقولوا باللي الدور 16 برشلونة ينهزم أمام باريس سان جيرمان بالأداء والنتيجة، يعني مباراة كانت قوية، 4 أهداف لباريس سان جيرمان، هدف واحد برشلونة في الدور أبطال أوروبا.